شركة أغرو جوس بروسيسينغ هي شركة رائدة في مجال الصناعات الغذائية، دونك عندها علامات تجارية اللي كيعرفوها المغاربة كاملين بحال العصير فالنسيا ولا ماركة فالنسيا أبطال ديال الأطفال، وأيضا في صلصة الطماطم أولا. دونك الشركة هي شركة صناعية في الصناعات الغذائية كما قلت لك. من الأشياء اللي جعلتنا ندوزو للصناعات الغذائية هي التثمين ديال المواد الفلاحية، دونك المنتوجات الفلاحية اللي كاينين في المنطقة ديالنا من الفواكه ومن الخضار. دونك الهدف ديال الصناعة الغذائية هو التثمين وندو لا فالور اجوتي ديال هاد المنتوجات هادي تكون على يعني تصاوب لوكالمون باش المغرب ما يبقاش كيعتمد على لي زامبورطاسيون ديال المواد الغذائية المصنعة، وباش ما نبقاوش غير كنديروا غير لي برودوي يعني لي ماتيير بروميير اللي هما لي فروي خصنا يعني ولا لي ليغوم خصنا ديفلوبيهم ونديروا هذا. دونك هذا هو الهدف الاساسي علاش تخلقات هاد الشركه هادي في 2010. دونك هادي دابا 14 سنه. دونك الوليد هادي هي لا فيزيون ديالو، حنايا لا جينيراسيون الثانيه حنايا كنحاولوا نكملوا يعني المسار اللي داروا الاباء ديالنا ونحاولوا نديفلوبي اونكور بلوس هاد المنتوجات. ما تنساش تشارك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك كل جديد من جريده العالم 24.